مشاهدينا ومتابعينا، أمسياتنا متواصلة خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد في شهر رمضان المبارك. يسعد مساكم وين ما كنتوا، وفي هذه الأمسية سنكون بصحبة خاصة مميزة مع جلسات هادئة وقعدات مميزة، أيضا الأراجيل والوجبات والمشروبات الساخنة والباردة في أجمل بقعة في طول كرم، البلد كافي، العنوان الأبرز في مدينة طول كرم. جلسات هادئة ومميزة دائما مع البلد كافي. سنتواصل في سؤال وحزيرة وجواب، وجوائز انتظاركم مع البلد كافيه. ابقوا معنا في هذه الأمسية مع براء عمر من وراء الكاميرا، ومني أنا منتصر العاني. يسعد مساكم مع البلد كافيه. مشاهدينا متابعينا، من قلب البلد كافي، الجلسات الهادئة، الأراجيل والطلبات المميزة، المشروبات الساخنة والباردة في أجواء رائعة جدا في البلد كافي طول كرم شارع الحدادين. لا تنسوا هذا العنوان، تعالوا بدكم جلسات حلوة فقط عند مين؟ البلد كافي. تعالوا معنا مع سؤال وجواب وحزيرة والجلسات الحلوة والمميزة. مساء الخير. والأرجيل هذا كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. حالك؟ محمد يونس مشويكي. أهلا وسهلا بك يا محمد. أهلا بي محمد. شو كيف الأجواء؟ ان شاء الله بحب ابارك اول شيء للاستاذ سامر بافتتاح الكافي شوب البلد، وان شاء الله من كله للامام ان شاء الله. للامام. اجواء رائعه جدا، وبعدين منطقه يعني مميزه. مميزه جدا وطلع حلوه والهواء طلق، ومن دونكم اصلا ما في طلع حلوه. الله يسعدك يا رب. هلا في عندنا سؤال، اداه معدنيه مستديره يتقي بها المحارب الضربات زمان، شو اسمها؟ الدرع. شو بقولوا له الاسم؟ هو الدرع قلته صح، بس في شيء تاني، الدرع اللي بيجي على الجسد هذا، بس اللي بيعمل فيه واقي للسهام ولا شو بسموه؟ ما أعرف إيش. خليك وبرجع لك. في واحد لحن من غاد إنه الأرجيل مأرجيل مزبط معه. كيف جواب؟ شو هو؟ الترس. الترس يا جماعة، الترس أداة معدنية مسددة تتقي أو تقي المحارب دائما من الضربات اللي هي الترس. طيب شوف هالجوائز، هذا دفتر بصير تيجي قديش؟ 8 شيكل طلب أرجيل وشغلات تانية ب 8 شيكل، دفتر بضلهم عندك مكتوب عليه التاريخ من بلد كافيه، عرض خاص. شو بتحكي له يا سيدي؟ يسلم ايديك. يسلم ايديك. بتحب حبايبك هذولا كمان؟ بتحبهم اللي قاعدين؟ طب هذا إلك كمان دفتر كمان عشان العرض، وهي بدل هذا العرض يعني بعشرة هون بثمانية، بضلك أسبوع قد ما بدك. تعال. اسمه على اسم غيره، الفرق الأول بخدمك والثاني بوصلك لوين بدك. حزرك بزرك مين؟ شو هذا؟ هذا تاكسي البلد. تاكسي البلد الاول والثاني شو؟ ايه كافي شوب البلد. البلد الكافي. بلد كافي. عرفته يا سيدي؟ والله ما هو عارفه، انت اللي عرفته. طيب هاي جائزتك من مين؟ من البلد كافي. هذه ايام بتضلك تيجي بدل الطلب ما يكون 10 ايش؟ ب 8 ايش ما بدك يا سيدي؟ سلامة خيرك يا اخوي. هذا بتحبه كثير اللي معك هذا جنبك؟ جدا جدا. شو اسمه؟ هيثم طلال. برضه شو؟ طلال. اه بتحبه كثير؟ شغل مباريات؟ يا سلام. الله يخليك. اي خلي 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 هاي تطلع حلوه. شو اخبارك؟ هلا بيك. الحمد لله تمام. رايك بالبلد كافيه؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. والله العظيم يا براء تطلع بتجنن هنا عن جد بتجنن. طيب هذا دفتر لانك معاه كمان شريك. شريك. استغنيش عنه دائما. طبعا جلسات 8 شيكل بدل 10 طول الايام المكتوب على مشكورين مشكورين سلاف، وشكرا له، والف مبارك لافتتاح المحل، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. كل عام وانت بخير. مع البلد كافي أجواء رائعة، جلسات هادئة، طلة حلوة، وأسعار مميزة، وخدمة سريعة، وما شاء الله عليه، والله برد الروح. طيب العنوان طول كرم شارع الحدادين. يلا تعالوا على وين؟ على وين؟ على البلد كافي. مساء الخير. كل عام وانت بخير. مساء الورد. انت بألف خير. شو رايك بهالجلسه الحلوه؟ ما شاء الله خدمه مميزه وجماعه محترمين واوادم وخدمه رائعه وقاعده مرتبه.
قاعد مرتبة وغير طلباته المميزة كمان. وأسعاره أكيد وأسعاره شعبية وفوق التصور. فوق التصور. والله أنا رد اللي نروح لما جيت هنا. كل الاحترام أكيد. طيب اسمع، هلا ما هي أطول المخلوقات عمرا؟ شي سلاحف. سلاحف. بتعرف كديش بتعيش السلاحف ما بينه وبين؟ ما بين 300 إلى 900 ل 400 سنة. يا بي لو الإنسان هالكد هيك معقول يعيش هالكد الإنسان من 300 إلى 400 سنة السلحفاء؟ والله نيالكم يا عمي. طيب سيدي هذا من مين؟ من بلد كفين. شو رأيك بالعرض اللي فيه؟ كل الاحترام، عرض مميز، أرجيلة زائد طلب مشروب مجاني ب 80 شيكل. يا بلاش يا بلاش. إذا تعالوا على البلد كافيه يا بلاش يا عمي. شو حابب تعطي صاحبك؟ أكيد هاي رح أوزعها على. لا 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 هاي لك يومي دفتر كامل. أنا بدي أعطي كمان دفتر. حرام خلنا بحبحوا. لا لا كل لا. خلص ذهب البلد كافيه. قال لي أنصر. كل الاحترام، ما كل الاحترام للبلد كافيه ولا إدارته ولا الأخ سامر، وألف مبروك الافتتاح وشكرا شكرا كثير لكم. ما هو الأكرش؟ طلع قدامك تعرف الجواب. صحيح الكرش. كمان واحد كرش أحمد. صحيح. شو الكرش الأكرش فيه؟ شو اللي هو كبير؟ إيش كبير البطن؟ هذا دفتر عليه أيام تواريخ ماشي 18-19 ألف. بتروح على وين؟ على البلد كافيه كل يوم الطلب 8 شيكل مع أرجيل وطلبات تانية أخرى بدل 10. منيح سيدي؟ خلاص مبروك عليك. احسن من قاعده الشمع. شايف كيف؟ وهذا دفتر لك انت كمان. ايش يا ام بعمر؟ هذا دفتر ايش؟ هذا الي. شو بتقول للبلد كافيه؟ كل عام وانت بخير. الاخ سامر. سامر مبروك يا سامر. كل عام وانت بخير. انت بخير يا غالي. تعال يا سيدي، انا بحب دائما الناس تضحك. اسمك؟ طارق نصار. طارق نصار. عشان الاسماء يا طارق، البلد كافيه ممكن تقول البلد كافيه 5 مرات بدون ما تغلط؟ البلد كافيه البلد كافيه البلد كافيه البلد كافيه البلد كافيه. طيب في معك اصحاب انت هون؟ تعال يا صاحبي. وين اصحابه؟ هذا دفتر جلسات هادئه وطلب مين صاحبك؟ خذ هاي دفتر لك كمان. روح عشان الكرسي اللي قعدت عليه. حمل لي شيء جميل. معقول؟ معقول. كيف تنام الخيول؟ بتعرف كيف بتنام؟ بتنامش الخيول. يا عين عليك ما اروع ككعبية. الخيول لا تنام. هي غمضة واقفة. وهي واقفة. احنا عندنا عربي اصيل بعدين. عربي اصيل. مين معك في اصحاب؟ ايه؟ في احد اصحاب معك؟ لا انا جاي واحد. انت؟ هاي دفتر من مين؟ البلد كافيه. وانت من البلد كافيه. شو بتقول له؟ كل عام وانت بخير. بخير وشكرا لك. كل عام وانت بخير. نعاد علينا وعليك بالصحة والسلامة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أجواء حلوة كأجواء البلد كافيه طول كرم شارع الحدادين. جلسات وطلات هادئة وطلبات مميزة وأسعار منافسة. أول شيء يسعد مساك. يسعد مساك الله يخليك. من عنبتة. من عنبتة. وانت؟ من عنبتة. عنبتة دير شرف. دير شرف. أهلا وسهلا فيكم. عندنا في البلد كافيه شارع الحدادين افتتح جديد. عنده جلسات حلوة وطلاته مرتبة. طب انت بتنوب عنهم كلياتهم ان شاء الله. شو اسمك؟ علاء ابو عسل. علاء ابو عسل. العسل كله. طيب ما بتحب الارجيله بقى معسل ولا شو؟ بحب معسل على في رمضان يعني. طيب ما هي اقوى العيون رؤيه في الظلام؟ اقوى العيون رؤيه في الظلام. حط لي اياهم. حط حط حط. ايوه شو هاي؟ فيش السكر. مش السكر. لا البومي. البومي. البومي اقوى ايش يعني؟ العينين بتشوف بالليل. شو رؤيه في الظلام؟ في الظلام. في الظلام. برا برا برا. تركز علي. حلقه خايب. اهلين بالاستاذ منتصر. يا سلام يا سلام والله شيء حلو هذا. طيب اسمع وهذا ذبحني هذا. هاي لك. بتروح عنده ب 8 شيكل بدل 10 شيكل جلسات كل اسبوع. وهي لصحابك. ان شاء الله. صحابك يا عمي. هدي 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 هدي. وهي لصاحبك كمان دفتر كامل.
نكمل معكم في برنامج أمسيات رمضانية بصحبة البلد كافيه طول كريم شارع الحدادين. أمسيات وطلات وكعدات مميزة. أول شيء يسعد مساك، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، يسعد مساك. سكر تحليش من صيدا. أهلا وسهلا بك. أنت مهدي عصاص علال. أهلا وسهلا. أحمد جبيه مخيم طول كريم. يعني كيف شو مجمعكم مع بعض أنتم؟ أصحاب. أصحاب يا عيني. الجامعة. طيب الله يوفقكم يا عمي ويهنيكم ربنا. طيب البلد كافيه عن شارع الحدادين جديد افتتح. بس جلسات وطلات حلوة ومميزة. طيب سؤال خفيف، من أسماء النار تبدأ بحرف الجيم شي؟ من أسماء النار خلص ما هو عارفها. الجحيم. صغار هاي مش الصغار الكبار. الجحيم. طيب يا سيدي، طب لما نقول خلاف الشيء وعكسه شو بنقول؟ ايش مرادفة؟ لا بدنا نقول عكس الشيء شو بنقول؟ شو معناته؟ ضده. مظبوط. طيب يا سيدي عشان افرجيك، هذا دفتر كامل. بتروح جلسة هناك اشي مميز. اوكي يا سيدي. وهي هذا اصحابه كمان. هاي كمان واحد وهي كمان واحد. يقولوا للبلد كافيه. هات مصمرة. الف مبروك افتتاح المحل، وان شاء الله يكون وجه خير وبالتوفيق ان شاء الله. راح تنبسطوا غاد. كل عام وانتم بخير. جبل عرفات، شو له اسم ثاني؟ شو جبل ايش بسموه؟ جبل عرفات. والله جبل ايش؟ لا هي اس. جبل الاسد. جبل ايش؟ جبل الاسد. جبل الرحمه. الرحمه. جبل عرفات هو جبل الرحمه. يا عين عليك. هاي من البلد كافيه، شو بتحكي لهم؟ في رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. محمد عندنا البلد كافيه شارع الحدادين طول كرم افتتح جديد، عنده جلسات هادئه وطلات حلوه. طيب الله يوفقك. اذا بتجاوب على السؤال تاخذ جائزتك. بقولوا صاحبك، كل هذول اصحابك، نوم الظالمين ايش بقولوا؟ عباده. عباده. يشتغلوا بهالمكنكه واستسهلوا. تستاهلوا. طيب هاي جائزتك من البلد كافيه، شو بتحكي؟ يسلموا ايديك. شكرا لهم وان شاء الله بالتوفيق. مشاهدينا ومتابعينا، كنا معكم في هذه الأمسية المميزة والخاصة بصحبة البلد كافيه. جلسات وطلات وكعدات حلوة ومميزة في أجواء رائعة جدا، خدمات سريعة، لا تنسوا الأراجيل وأيضا الطلبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة مع البلد كافيه. البلد كافيه طول كرم شارع الحدادين. يلا على البلد كافيه، وغدا نلقاكم في برنامج جديد ومتجدد من برامجنا وأمسياتنا مع البلد كافيه. كان بصحبتي من وراء الكاميرا براء عمر، ومني أنا منتصر العناني. يسعد مساكم، وبكرة منشوفكم ومنستناكم برنامج جديد. إلى اللقاء.